وشفت الشباب هذاك كيفاش يتكلم بحرية وبشجاعة وبفصاحة كذلك، من غير حتى خوف من الجدرمية نتاع قيس سعيد. هذوما الناس في السن هذاك وأكبر منهم اللي كانوا موجودين ومازالوا مواصلين، باش يكونوا موجودين يوم 13، يوم 13 سبتمبر. أنا نحب نقول كلمة صغيرة، نتمنى تكون الأعداد غفيرة كما المسيرات على فلسطين. فلسطين طبعا هي دائما في القلب، ولكن تونس في عينينا وفي رقبتنا. خلينا نكون بأعداد كبيرة، بنفس الأعداد اللي شفناها في المسيرات المتضامنة مع غزة. غزة في قلوبنا، ولكن تونس، تونس هذه راهي في رقبتنا وفي عينينا. إن شاء الله نتمنى أن نكونوا على الأقل، على الأقل في 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 حجم الموقف هذا. اليوم تونس في خطر، قيس سعيد خطر دين، رجل خان الوطن، خان الوطن وباعه، ولا حارس للحدود، ولا معناتها يخدم بالمناولة عند 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 جهات أجنبية عديدة. اليوم يا نفكوا بلادنا يا نسترجعوا سيادتنا، يا أما راهو فات الفوت، ما عندناش بلاد أخرى نجمو تنجم تعوض تونس، وإحنا أولاد البلاد ومانيش كراية فيها. معناها في وسط الكراهية والبغضاء اللي يزرع فيها قيس سعيد، معناها اللي رد شعب من أطيب الشعوب، معناها وهذا حقيقة، ردوا كله معناها متآمرين وخونة وعملاء وكذا، معناها يوصف الناس معناها وشعب كامل بما فيه هو، بالشيء اللي يقترف فيه هو وبعض أعضاء أسرته من خوه وعائل زوجته وغيره وبعض المتسلقين والمنتفعين، معناها اللي الناس المستفيدة من 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 النظام هذا. نحب رغم هذا نوجه رسالة حب لجمهور قيس سعيد ولأتباعه من الناس اللي عداها عليهم في هالسنوات هذية. يظهر لي كل شيء اليوم ولا باين بالمكشوف. أنا نقول لهم فيكم عدد كبير أصدقائي، ودخلت لدياركم ودخلتوا لداري، وثم ناس توصلنا من بعيد وقسمنا أحلام مع بعضنا. راهو باين اليوم بالكاشف أنه السيد هذية خدعنا، على العهد باقون مبقى على حتى عهد، ولذا يجاو الناس الكل اليوم مع بعضنا. راهو ما تتخيلوش انه الناس غدوة لا باش تنتقم منكم ولا حتى شيء، مادام ما فاتش الفوت يجاو 13 سبتمبر معانا، نحطوا يدينا في يدين بعضنا احنا وانتوما. انا متأكد انه جلكم اولاد عائلات وجلكم معناها اعطاه ثقة، نعرف انه اغلبكم صادقين. يجاو نهار 13 سبتمبر خليكم مع ابناء الشعب الحقيقيين، مع التوانسة الحقيقيين، مع الناس اللي يحبوا تونس بالحق وما عندهمش فيها طمع ولا جشع، لأجل الأجيال القادمة. من فضلكم، من فضلكم يهديكم، يجاو راو احنا وانتوما واحد. هو ما عندوش علاقة لا بيكم ولا بينا. وين المجالسية؟ وين العلاقات الأفقية اللي كان يتكلم عليها؟ وين الوعود متاعه؟ هو خانها، ما مشيتوا معاه على هذايا، وكلنا في لحظات مشينا معاه لأن أمناه وأمنا زعمة بالأفكار هذه. اليوم هو تنكر لها أول واحد. المسار مساركم انتوما، والأفكار أفكاركم انتوما، وانتوما أوفياء للفكرة مش للشخص. ولذا نتمنى أنه انتوما تكونوا في الصف الأولاني نهار 13 سبتمبر، ونحضن بعضنا الناس الكل. ما ثماش في قلوبنا راهو حتى رغبة لا في انتقام لا غدوة لا في التشيع بيكم لا في حتى شيء، بالعكس والله قادرين انتوما تخليوا في وقت قريب نبدأ ونضحكوا على الأيامات هذية ونتفكروا فيها ونضحكوا وننبروا على بعضنا بكل أخوية وبكل حب.